سي الحدادي احمد بن عبد الله، هو سي الحدادي عبد الله من مواليد 1919 بمدينه اولف، وهو اول حرفي صناعه الجلود اللي كنا في المستعمره الى وفاته المنيه في 2001 مدينه اولف منطقه تديكيلت. من الوقت اللي عايش فيه هنا لقيت الوالد في خدمة الصناعة هادي، من طون كنت نقرا في ليكول ونتبع دائما نراقب فيه ونعس ونتعلم. الحمد لله اليوم تعلمتها بامتياز حقيقة. والفكرة هادي تاع المعالة هادي تاع معالة أولف هادي مشهورة، هي مشهورة وطنيا معالة أولف، ولكن لي في الوقت الحاضر دخلنا عليها تعديل جديد، ليسيل جديد. هي نعالة أصلية ولكن دخلنا على تعديل جديد بالنسبة للديكور بالنسبة للزخرفة، عصرناها عندنا عصرية. وكاين حتى الصباط روح ونجمو نخدموه، ولكن كاينة حاجة هي اللي خلت لها زعما نمشيو غير للنعالة، لأنها المواد الأولية اللي تصنع بها الصباط وتصنع بها هاد الحوايج ما عندناش أصلا، ما عندناش رانا غير الفرن نخدمو في جهه ثانيه ونجبو الدراهم ونشرو لا مرش نوا. وهكا ورانا ما بغيناش نتركو الحرفه هادي. هاد الصنعه هادي، هاد الصنعه تاع النعاله هادي، هادي لنا نماذج من المنتوج تاع الصناعه التقليديه، خاصه النعاله والحذاء. الحذاء والنعاله، قضيه النعاله هادي تعديل اللي دخلنا عليها تعديل عصري على حسب الشيء اللي يطلبوا العصر، يعني الشباب والاولاد صغار ونساء. ديكورات كاين ديكورات اللي دخلنا عليهم، لان بكري كانت لا تقريب واحد لوسيل يديروا لا واحد صح. اليوم الحمد لله انا عندي دوك 40 صنف من الاحذيه، واحده ملي كيف الثانيه، كل واحده عندها رمز تلمس به تاع دراري صغار من سن 3 سنين الى اكبر سن. كل نعاله عندها ديكور ماهيش كيف كل وحده وشكلها وقضي. ورجال كذلك، رجال تعلمها الاولاد، انا روحي تعلمتها من الوالد نتاعي. وكاين ولادي دوكا من جونا بسامه من ليكول يحطوا الكارطابلات نتاعهم ويجوا وحدين. هاد النعاله هادي هادي كحله وبيضاء، هادي تبدا كبير 100% كبير، هادي شرك محض فيها الديكور تاع ديكور عصري، فيها ابيض وكحل زواقه، فيها النجمه الورده هادي. الورده هادي تكون في النبات، ولكن احنا نقلدوها بالكوير، نديروها بالكوير يعني كلاكيت كوير 100% كوير. هادي كيما لي بورتمونيا مي جيبو من الخارج انا نخدمو هنا لي بورتموني على كل صنف بورتموني. لي كونتر تاع لي بورتابل نجيبهم من الخارج، رانا نخدمهم هنا. لي كارطابل ساك هذه كوير، اما ساك يعني مولاها باش يديرها استاذ ولا معلم ولا حاجه يحسب روحو بلي دار ساك. كاين تاع لي بات تاع العيد، تاع لي بات هذو لي نقولو لي يجيو كاين لي ساك تاع الاوراق تاع السياره هادي تاع الوسائط اللي حد يحط عليها يديرها في الكارطاب. كاين دي بورتفاي اللي هي مولاه يعلقوا معاه الداخل وما يكون بلاصه اللي يخاف ولا حاجه يدس فيه صباحه. كاين دي ساك، كاين دي شكوايج، كاين دي شكومور نديروهم نصنعوهم هنا ورانا نشوفوهم يجيبوهم من الخارج. وحنا لا كان عندنا وكاينه صنعه، كاين بعض النماذج احنا صنعناهم، احنا بدعناهم، ولكن انا نشوفهم يجونا في الصناعه تاع الصين الشعبيه. هم يسرقوهم
سرقوا لنا الصنعة ويجيبوا لنا في الشعبية ويبيعوا لنا برخص الثمن بلاستيك. وبالك البلاستيك هذا اللي بيجيبوه هما هذه المعدنية اللي بيجيبوها مضرة العائلة هذو اللي يجيبوها. سمعت المشكل الخطير اللي ما الناس ماهيش شعبه به لان العائلة هذو تاع الكوتش ولا بيجيبوا البلاستيك بالك في مواد ما ضر الانسان. ولكن دي الجلد هذا ناتشيرال تاع حيوان ناتشيرال ما يضرش ما فيش مضره ممكن نشد بلاصه تاع الروح تاع التقليديه هذه. ولكن يا حبذا كان الدوله طلعنا ماهيش لينا احنا للجيل الجاي هما احنا بالك هاد الصنعات تروح مع مولاها الا ما تعلموها الاولاد تروح مع مولاها. ماذا بنا يعني الدولة والسلطات المحلية خاصة السلطات المحلية تاع الولاية تاع الدراك تعطينا طلة تعطينا وماهيش طلة تقول لك روح للولاية لازم هي تتبعنا تعرف وين عندنا تحوص علينا هي تحوص علينا ولا لا. أنا واحد اللي جاني حرافي ماكس في البيت شكون اللي عامل بيا ما عامل بيا راه المنتوج نتاعي هو قدامي ما كانش تسويق ننتج المئات من هاد الأشياء بصح التسويق ما كانش. ماذا بينا احنا الدولة تحوص على الناس وكاين مئات واحد كيما انا هنا في منطقة عوف اللي تصعد الحرفة هذه. وممكن هذه الحرفة إذا كانت الدولة طلة اقتصادية ممكن تستورد هذه الأشياء للخارج وتدخل العملة الصعبة. وديجا رانا نقولوا في أزمة اقتصادية بالنسبة للدولة أزمة اقتصادية ماهيش أزمة بترول ماهيش أزمة رجال. لكن الرجال قاعد يطلعوا على ذرعانهم ما كاش اسمه. وحنا الحمد لله يا ربي الحمد ولايه عذراء جاب ربي في منطقه اللي ما تسمعش بالازمه مادام كاين نخله وكاين التمره ما عندهاش ازمه. والمشكل الكبير طلبوا من الدوله دير لنا حل في السلطات الولايات دير لنا حل في التسويق دير لنا بلايص اللي نعرضوا فيهم المنتوج دير لنا بلايص اللي نبيعوا فيهم وتشوف تحوص هي تحوص لان هذوك الغرفه الصناعه التقليديه كل واحد عنده بطاقه في الغرفه معروف وين راه وين يسكن التاريخ نتاعه وين يسكن وين معروف يجي تحوص فينا تشوف ما عطاوناش محل باش ناخذ غير الديام احنا دو الشيء نطلبوا في السلطات المحليه. والازمه الحقيقيه ازمه مش ازمه بترول مش ازمه ما ازمه رجال لازم الناس تقعد على العائله.